عبر الشارع البحريني عن سعادته بالفوز الثمين لمنتخبنا الوطني لكرة القدم وبلوغه نهائي بطولة خليج 24، حيث يعد إنجاز منتخبنا الوطني فريدا من نوعه كونها المرة الأولى التي يصل فيها إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج. وجابت شوارع المملكة الاحتفالات العفوية للمواطنين والمقيمين تعبيرا عن البهجة والسرور بهذا الفوز البحريني والأداء القوي والمتميز الذي قدمه منتخبنا الوطني في البطولة. عاشت مملكة البحرين ليلة تاريخية من الأفراح والبهجة بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس الخليج 24 بعد فوز الأحمر على المنتخب العراقي الشقيق في نصف النهائي بركلات الترجيح. هذه الأجواء الاحتفالية سادت جميع مناطق المملكة، حيث ذكرت الكثير من أبناء شعب البحرين بالإنجازات الثمينة في جميع المحافل الخليجية والعربية والدولية. أنا أقول أنتم كفيتوا ووفيتوا، الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله إن شاء الله بعد تبيضون وجهنا يا رب. أنا أقول الله يعطيهم الصحة، هم قدها وقدود والباقي على الله. أبدعوا لعب معني كلام، يعني يعطيهم العافية ويا ليت يتمون عن هالمستوى على طول، يرفعون رأس البحرين، ترجع البحرين نفس قبل وأحسن. اليوم المنتخب فرحنا أكثر من جذي، فرحة عجيبة، والناس العرب كلهم والناس البحرين شبه خلوها تقوم. لا ما شاء الله عليهم، أبدعوا اليوم ما قصروا، رفعوا رأسنا وما قصر سمو الشيخ ناصر وقفته مع المنتخب البحريني، والحمد لله يعني، وإن شاء الله منتصرين قدام. الشوارع امتلأت بسيارات المشجعين الذين رفعوا أعلام المملكة عاليا معبرين عن فرحتهم بهذا الفوز الكبير، بينما تزينت عدد من الدراجات النارية بأعلام المملكة وارتدى قالبيتهم قميص منتخبنا الغالي مرددين جميعهم ما تغلبون. والله الرجال ما قصروا، سمعوا توجيهات المدرب، كانوا رجال في الملعب، وهني الفوز حق القيادة الرشيدة. والله المنتخب أثبت قوته اليوم في الملعب، والصراحة اللي أغلى اللاعبين كانت كافية لخوض 120 دقيقة، والفريق العراقي فريق مو سهل، لكن التكتيك مدرب دخول علي مدن والشيخ كانت ثمرة للوصول. أول شيء نهني القيادة على فوز المنتخب، وثاني شيء نشكر سمو الشيخ ناصر على دعمه حق المنتخب، وهذه مو بغريبة عليهم، كفوا ووفوا وإن شاء الله فوزنا الكأس. إن شاء الله تستاهل البحرين الوصول إلى النهائي، وإن شاء الله فوزنا الكأس. والله اليوم منتخبنا شرفنا ورفع راسنا للعالي، ما قصر في 120 دقيقة، كنا عايشين تايهين مو بعارفين القلب لنا ولا علينا، لكن الحمد لله رب العالمين يسر أمورنا وفزنا على المنتخب العراقي. هذا وسيجمع نهائي كأس الخليج الأحمر البحريني والأخضر السعودي وسط عيون بحرينية ترتقب الكأس الخليجية. إن الرجال الأحمر بفوزهم على المنتخب العراقي أثبت أن الإرادة والعزيمة ومؤازرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ووقوف هذا الجمهور الوفي هي ثمرة النجاح، وأن هذه الجماهير الوفية ستبقى حتى أن تنال كأس الخليج. طلع نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.